وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي شترودل التفاح. ومقادير الوصفه بالنسبه لعجين الشترودل هتكون 3 كوب دقيق، 1 بيضه، 150 جرام ميه، 100 جرام زبده مذابه، و2 معلقه كبيره سكر دمريره. بالنسبه للحشو هيكون 4 تفاحات مقطعين صغير، 100 جرام زبيب، بشر نص ليمونه، 100 جرام سكر بني فاتح، 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة، رشة جوزة الطيب ورشة قرنفل. للتزيين هيكون نص كوب لوز شرايح وسكر بودرة. أول حاجة هنعملها هنسيح الزبدة وهنحط المقادير كلها فيه. العجينة ونحط معاهم الزبدة السايحة وهنضربهم كلهم مع بعض. زي ما احنا شايفين العجينة هتبتدي تلم نفسها وهنفضل نضربها لحد ما تبقى بتمط خالص، وهنلاقيها بقت ناعمة وبتموت، وده هياخد ضرب كتير شوية، يعني سيبها تتضرب 10 دقايق أو حاجة. وفي الوقت اللي هي بتتضرب فيه هنخلط كل مقادير الحشو مع بعض في بول. هسيب دي تتضرب ونخلط المقادير الحشو مع بعض. اوكي، هي طبعا محتاجة لسه تتضرب اكتر، بس زي ما انتم شايفين ابتدت تبقى بتمط شوية. لو كل ما هتتضرب اكتر كل ما هتمط اكتر. وطبعا احنا محضرين واحدة من قبل كده، وبعد ما بتتضرب وتبقى بتمط بالشكل المطلوب لازم تتساب ترتاح على الاقل 2 أو 3 ساعات، وده هيخليها تمط اكتر و تدينا العجينة الرفيعة خالص بتاعت الشترودل، علشان نقدر نشدها ونمطها نخليها رفيعة خالص، وبعد كده نحشيها بالحشو اللي احنا حضرناه هنا. والشترودل لازم لما نيجي نفردها نفردها على قماش، ممكن اي نوع قطن، تبقى قماشة كبيرة قطن عندنا مش محتاجينها. طبعا لازم تكون مغسولة ونظيفة، وهنرش عليها دقيق ونبتدي نشد عجينة الشترودل فوقها. ودلوقتي نبتدي نعمل كده.
هنجيب قماشة وهنفردها افردها من هنا ودلوقتي اجيب شويه دقيق واجيب العجينه اللي احنا سبناها ترتاح من قبل كده دي العجينة وهتشوفوا دلوقتي قد ايه هي بقت طرية وبقت بتمط بسهولة. وبالنسبة للعجين بالنسبة للدقيق هرشه على القماش الأول علشان العجينة دي بتلزق بسهولة، فلازم يبقى القماش عليه دقيق كافي. اوكي نفتحها دلوقتي ونبتدي. نفردها بالراحة خالص زي ما احنا شايفين بتموت جامد. هنبتدي نفردها بإيدنا بالراحة خالص. كل الاتجاهات عادة بيبقوا اتنين اللي بيشتغلوا مع بعض بيعملوا الشترودل، بيبقوا اتنين واقفين قصاد بعض بيشدوا مع بعض، ده بيسهل عملية الفرد. وهنفضل نشد لحد ممكن طبعا حتة تتقطع. نحاول نخلي بالنا ما يتقطعش يعني، بس اوكي وهنفضل نشد بالشكل ده. لحد ما نرفع على قد ما نقدر.
وبعدين بنشيل الحروف التخينة وبنجيب الحشو ونحط الحشو على الشترودل ونوزعه كويس. ونقرب الصينية اللي هنخبز فيها. نخليها كده جنبنا. وبعدين هنلف، هنستعمل الملاية برضو او القماشة ان احنا نلف الشترودل. وبعدين هنجيب الصينية، لأن احنا مش هنعرف نشيلها غير بالطريقة دي. هنقفل الجناب ونقطعها. اتأكدنا قفلت كويس. وبعدين هنشيلها برضو بالقماشة ونحطها بالشكل ده ونلفها، نخلي الحتة المقطوعة من تحت. ويبقى كده لفينا الشترودل بتاعتنا. دلوقتي نشيل دول وندخل الشترودل في فرن على درجة حرارة 200، وهتقعد حوالي 30 دقيقة تقريبا لحد ما وشها يتحمر خالص، وبعد كده نطلعها ونزوقها مع بعض. وده بيبقى شكلها بعد ما بتتخبز. وممكن ندهنها بعسل او بأي حاجة تانية تبقى تخلي اللوز يمسك فيها. ممكن مربى مشمش كمان مدوبة على النار مع شوية مية خفيفة، هتبقى حلوة برضو ندهن بيها الوش. ونحط اللوز
وعليه نرش شوية سكر بودرة. وهنقدمها على البورد